مؤكدا على أن بلدي وهي العضو المؤسس للأمم المتحدة ولهذا المجلس الموقر والتي حصلت على عضوته لمدة 9 سنوات الماضية حريصة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما توافق مع الشريعة الإسلامية. مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة هو أسمى هيئة دولية تعنى بمراقبة وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم وخاصة في الدول التي تحكمها أنظمة قمعية ومنها المملكة العربية السعودية. Council of Europe and OEC. المجلس يتكون من 47 دولة موزعة جغرافيا ومنها 13 مقعدا لآسيا والمحيط الهادئ، حيث يتولى أعضاء المجلس تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم. لكن المفارقة المثيرة للأسى والسخرية في آن واحد هي انتخاب السعودية لعضويته لولايتين متتاليتين تنتهي في العام المقبل. من النساء والأطفال والشيوخ، هذه العضوية أثارت غضب العديد من المنظمات الحقوقية نظرا لسجل السعودية السيء على صعيد حقوق الإنسان وخاصة الإعدامات الجماعية ومصادرة الحريات الأساسية واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين. وقد تصاعد هذا الغضب بعد أن انتهكت السعودية حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان داخل المجلس وخلال دوراته التي يقيمها كل عام، سواء عبر مقاطعة الكلمات التي يلقيها الناشطون أو عبر منع المصورين المخولين من ممارسة عملهم أو عبر معاقبة الناشطين الذين يشاركون في جلسات المجلس. هذا الواقع دفع بمحاميين بريطانيين هما كين ماكدونالد ورودني ديكسون إلى تقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف وثقا فيه انتهاكات السعودية لحقوق الإنسان وأوصيا فيه بطرد السعودية من عضوية المجلس، لكن متابعين لا يتوقعون الاستجابة لهذا الطلب نظرا للدعم الذي تحظى به السعودية من الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وفي مقدمتها أمريكا وبريطانيا. I have my rights, Mr. President. If I don't want my voting to be taken, this is my right.